إذا يعني نرجع لنا من جديد ومستمرين معاكم مشوار الصباحي، ورح نبدأ الآن في إكسسوارات رمضانية مع يعني رنا أبو دية وفن الرزن. صباح الخير. صباح الخير. أهلا صباح وسهلا، كيف حالك؟ تمام الحمد شو لله. شو هالفن الجميل، شو هالقطع الحلوة، شايف؟ يعني استعداد رمضان. هذا مادة الرزن اللي هلا هي آخر صرعة بعالم الديكور. طيب خلينا نحكي عنهم. أول شيء تحضيراتك لرمضان بدأت، هي بعض القطع اللي جزء عم نشوفها، منهم. جزء أيوة. عم نشوفهم معانا، وبنفس الوقت يعني خلينا نحكي عن الرزن كبداية، كيف بلشتي فيه وكيف طورتي على نفسك حتى قدرتي تعملي هذه القطع؟ هلا هو الصراحة بلشت في بموضوع الرزن بفترة الكورونا، بتعرف كانت فترة فراغي كتير، وقت فاضي كتير، فتعلمت لحالي عمل الرزن. بلشت شوي شوي طبعا ادخل واشوف على يعني بدي اعرف شو هي هاي الماده اللي جديده طلعت بعالم الديكور. فهي ماده الرزن عباره عن ماده كيميائيه اصلا بيستعملوها بالمهندسين بالاغلب بالانشاءات وبالارضيات البلاط وهيك. فطلع هلا موضوعها ممكن ينصب على الطاولات، على الصحون، على الصواني، فبس بدها لمسات طبعا ابداع، وبدها خلط يكون الوان. ايوه أعتقد. عندك يكون رغبه بمزج الالوان 100%. طيب بداتي بقطع، ايش اول قطعه بداتي فيها؟ اول قطعه بديت فيهم الكوسترز، اللي هدول. هم هدول بلشت بحجم صغير. بلشتيهم بحجم صغير وبنفس الماتيريال، يعني نفس الماده خلينا. هي عباره طبعا عن ماده A ماده B، عندك الايبوكسي ماده A مع الهاردنر المصلب، فبنخلط المادتين بنسب معينه على الميزان طبعا، ومع التحريك المستمر. بدها شويه جهد، هي تحريك مستمر لها بطريقه منتظمه، بعدين بتتشكل بالقوالب، بتلونها، بتحط الالوان اللي بدك اياها، وبتتصلب بالحراره. سؤالي، لما دائما نبدا باي مشروع بحتاج وقت انه نثبت على ديزاينات معينه، على خط او لون معين، اللي يصير يشوف القطعه يعرف انه مثلا هي مرتبطه فيكي او انت اللي قمتي ب يعني تاسيسها وانشائها ودوكرتيها خلينا نحكي. ولكن تعاملك مع الزباين اعتقد انه صار في مرونه، صار في ثقه، وقد ايه دائما بطلبوا هم الالوان، وممكن يكون بشكل هلا شوف، هو الصراحه تسويق الماده هاي مش إشي سهل. اول شيء هي ما بدنا نقول ماده كثير جديده، كثير قديمه هي، بس من زمان كانوا يستعملوها، بس هي هلا برزت بشكل اكثر، الترند صارت لانها صارت تتشكل على قطع صغيره. زمان كانت بقولت لك المهندسين والعمليات الانشائيه والارضيات والبلاط والمباني والمباني كانوا يستعملوها، بس هلا لانها انتشرت صارت على قطع صغيره مثل هيك، مثل الطاولات الصغيره، فصار في عليها اقبال. المادة نفسها مكلفة، فأنت لما بصرت عم تعملها على قطع صغيرة، اللي عنده رغبة ياخذ شغلة هاند ميد من المادة هاي نفسها، ممكن انت تعمل له اياها على قطع صغيرة زي هيك حتى يحتويها هو بالبيت، أو حابب صح. يجيبها أو هدية أو هدية. بالضبط. نعم. طبعا بنعمل هدايا لكل المناسبات، يعني هلا عندك رمضان مثلا كثير عاملين شغلات للشهر الفضيل، مثلا بيجي عندك الكريسماس نفس الشيء، كل المناسبات كل شيء له موسمه. نعم. طيب خلينا نبلش بالقطع واحدة واحدة، نستعرضها معنا على الشاشة. نبلش من هون، نبلش من هاي، عجبتني لأنه لون الأزرق لوني المفضل، الأكثر طلبا. الأكثر طلبا، احكي لي عن هاي القطعة والتشكيل اللي عم نشوفه، أو رسمة ممكن تتغير لأي، طبعا بتتغير حسب طلب الزبون، لأي رسمة أخرى، صحيح؟ في طبعا ممكن أي رسمة معينة، أي عبارة. هلا أنا عاملة منهم كمان على فكرة لوحات، بس ما عرضنا الإضاءة أعتقد، صحيح؟ في عندك اللوحات القرآنية تحت كمان. أها. هذا يعني ممكن ينحط أي عبارة قرآنية أو أي عبارة بيرغب فيها الزبون، أو أشكال معينة طبعا حتى حسب طلب الزبون. نشوف هون يعني انت آيات آية قرآنية، الكرسي آية مثلاً الكرسي هون. عم نشوفها على الكوستر. طيب بالنسبة لهذه الصحون، هاي صحون انت غيرتي لونها بالأصل، صحيح؟ للون الفضي والذهبي، بعدين بلشتي تشتغلي بالرزن. انا بعملهم هدول الصحون، بقصهم عند نجار. انت بتجيب الصحون ايوه من الأساس. بشتغل ايوه من الاساس، حف وتظبيط ودهان، بعدين صب مادة الرزن. في أحجام مختلفة؟ طبعا في أحجام كبيرة وفي أحجام صغيرة حسب طلب، يعني هون عندك الحجم كبير مثلا، عم ممكن هلا للشهر الفضيل، للمعمول، للكعك. هاي فكرتها حلوة، للمعمول، للكعك، هون مثلا حاطين مكسرات معينة،
قديه فكرتها مع الغطاء رائعة، واللون الذهبي مع اللون التركوازي. بقول لك لأنه الصراحة هو أكثر طلباً هاي الألوان، اللي هو طلب فضي والذهب الأزرق. الأزرق ولكن عم نشوف حتى هون اخترتي لون الأخضر لحاملة المصحف القرآن، عم نشوفها مع بعض. هاي بتحتاج وقت أطول أعتقد لتنشف، هلا بتحتاج وقت كبيرة. وبتحتاج كمية أكثر، يعني هون تطلع هون الكمية قديش بسيطة، هون كمية كبيرة. بيحتاج وقت بفصل الشتاء أكثر من وقت من الصيف. بفصل الشتاء تقريبا بده شيء 24 ساعة لينشف، وبدك تعطيه 3 أيام كمان حتى ينشف تماما. بعدها ببلش عندك عمليات الفينيشينج، التظبيط، الحف. شو أكثر إشي شعرتي بأنه تحدي لما بلشتي المشروع؟ تقنع الناس بالمادة. صح، وتكسب ثقتهم. يمكن تقنع الناس بالمادة ما كان إشي سهل. لهلا على فكرة بكون مثلا مشاركة في إحدى المعارض، بيجوا الناس إيش هاد؟ عرفت كيف؟ أو إنه مثلا ممكن إنه أشخطه، ممكن إنه يروح بالغسيل. لا 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 ما في منه هذا، بس هو أهم شيء إنه ما يتعرض للشمس لفترات طويلة لأنه بيصير على صفار. بس طبعا الريزن نفسه هو أنواع، وهلا لأنه صار ترند فكتير صار في انتشار له بمحلات تجارية. فأنت بدك تعرف كمان من وين بدك تأخذ المادة اللي ما يصفر لونها، ما تنكسر، ممكن تكون بجودة أقل. طبعا في جودة أقل. وكيف ممكن الزبون يميز؟ بدك تميز عن طريق الخلط. انت لما هلا انا يعني هاي صارت مهارة مع التكرار، فصار عندي الخبرة باني اقدر اميز نوعية الرزن هذا جيد من الريحة من اللون. يعني ممكن خلينا نحكي اذا شخص اشترى مادة رزن وتحول لونها، ما يعمم على كل لا لا مش كل لا طبعا لا في يعني محلات عندنا مرتبة وبتبيع نوعية جيدة وباسعار معتدلة. طبعا لما بتصير انت كمان زبونهم لك سعر خاص، في ثقه اكثر بينك وبين الزبون. قد ايه قدرتي او قد ايه اخذ منك وقت انك يكون عندك زباين دائما بتعاملوا معك؟ واليوم نحكي التسويق مش بس تسويق اونلاين، لانه التسويق عن طريق شخص حكى لشخص. صح. عن يعني بعتقد بانه هذا بيكون عن تجربه فعليه على ارض الواقع. شوف هلا انت حتى تقنع العالم، قلت لك زي ما حكيت لك بلشنا بقطعه صغيره، بلشنا نكبر، اخذت اول زبون، الثاني حكت للثالثه، الثالثه حكت للرابعه، ما وقفت عند موديل معين. تشعبت بكل الموديلات على الخشب، يعني هاي مثلا هيك بيور ريزن. هاي كامله ريزن، هاي كامله ريزن. بس هون هلا هون على الخشب مثلا. عرفت كيف؟ هون على الازاز، على الطاوله. على الازاز اسكو بدي احكي لك. فانا ما وقفت عند ستايل معين. على الخشب، على الأزاز، على المري، على الطاولات، على كله. عم تستخدم الإضاءة أحياناً يعني بالقطع، أو ممكن إذا شخص طلب بنشوف دائماً الهلال لازم هلا يكون ممكن على اللوحات مضيء. على حتى على اللوحات مثلاً إذا في لوحات الحائط ممكن يكون في إضاءة فوقها مشان تعطي جمالية، يعني تكشف كل ألوان اللوحة. الجميل بالرزن بأنه هو في هو طبقات، ففيه تفاصيل كثيرة كثير كثير. وانت بترسمي التمويج اللي عم بتكون موجودة بطريقة معينة ولا هي عفوية؟ أنا عفوية. عفوية يعني أنا بقعد بصهم بالقطعة خمس دقايق، بكون حطيت مخيلة إيش بدي أعمل، فبتبلش أنت بتبلش فيها فبتطلع معك الأفكار. أنا بدي أحاول أتخيل معك كيف ببلش الرزن، لأنه عم بحاول أتخيل المادة بأنه هي طبقات، بستني كل طبقة تنشف عشان تحطي طبقة اللي فوقيها. هم أنا بالنسبة لي بعمل طبقتين. هل في ناس ممكن بيعملوا طبقة؟ خلينا نحكي عن هاي، لأنه هاي كاملة رزن. هلا أول طبقة هاي طبعا بقوالب سيليكون مثل هيك، هدول بنحطوا بقوالب سيليكون لأنها بيور رزن. هلا زي هيك خشب لا، على السطح مباشرة. بنظف السطح الخشبي، بحط مادة المادة معينة حتى أأسس قبل اللون، ببلش أصب الرزن عليه. هاي ما بدها هاي الحركة، هاي لأنها رزن كاملة بس فقط بقوالب سيليكون. تعمل أول طبقة مثل هاي الحركة، أول طبقة بعدين الطباعة، بعدين الطبقة الثانية حتى تحمي في الطباعة. وطويلة الأمد أعتقد. طويلة الأمد يعني، ومش سهل تنكسر. صح؟ لا لا ما بتنكسر. اللي يمكن عم بيشوف ممكن يعتقد انها ممكن تنكسر بسهوله. لا لا ما بينكسر، او حتى مستحيل انه يتشخط الكتاب اللي موجوده. وتنظيفه كثير بسيط، فقط بشكير نظيف هيك صغير فقط، ما بده اي شيء. انا شفت طاولات كامله عندي، عامله طاولات كامله بس طاولات ما صح لي والله اجيبهم، وصعب اعتقد انه نقلهم بشكل او باخر.
دائما ما في حدود للفن طبعا والخيال، فواضح انك انت شغوفه في هذا الموضوع. الصراحه هو اهم شيء انك تحب الماده. صح، انت ما حبيت الماده رح تبدع فيها. نعم، فانا حبيتها. وشوفي لكل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معك وبنفس الوقت تشوفوا باقي القطع اللي موجوده عندك لرمضان، كيف ممكن يتواصلوا معك؟ عن طريق الاونلاين. في عندنا صفحه انستغرام، فيسبوك، تيك توك، كل السوشيال ميديا في كل مكان. بالضبط. بنشكرك على وجودك معنا اليوم. تسلم. فعلا. وكل رمضان كريم، كل عام وانت بخير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وهيك بهالجمال اللي عم نشوفه والقطع بنقدر نحكي بانه رمضان على الابواب، كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله يا رب ايامكم تكون كلها خير، محبه وامتنان دائما. حلوه الزينه هاي، حلوه هاي القطع، قد ايه ممكن انها تضيف لبيتنا. صح. لمسات صغيره احيانا، ولكن نعرف زينه رمضان جزء لا يتجزا دائما من بيوتنا. احنا مستمرين معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا.